السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شرحنا اليوم هو عن حل مشكلة وجود طبقة متراكمة في مارشميلو. طبعا لحل هذه المشكلة تذهب إلى الضبط، ثم تنزل إلى التطبيقات، وثم مدير التطبيقات، بعد ذلك تضغط على المزيد من الأعلى هنا وتختار إعادة التطبيقات لتظهر فوق تطبيقات أخرى من هنا، ثم أيضا تضغط على المزيد وتختار إعادة ضبط تفضيلات التطبيق. أرجع أعيدلكم مرة ثانية من المزيد، إعادة ضبط تفضيلات التطبيق، ثم تضغط على إرجاع. طبعا بهذا تكون المشكلة قد انحلت. نلاحظ هنا كما هنالك أيضا حل آخر. إذا لم ينجح هذا الحل، تأكد من عدم وجود من عدم تثبيت تطبيق منقل أشعة وتطبيق كلين ماستر وتطبيق سي ام سيكيورتي وتطبيق سي ام لوكر. تقوم بحذف هذه التطبيقات الموجودة وإن شاء الله تنحل المشكلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.